بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24، الآن إحدى مجموعة قنوات السعودية 24. نرحب بكم ترحيبا حارا، متمنين لكم وقتا سعيدا وممتعا في هذه الأمسية مع ضيوف حلقة اليوم، التي أزعد جدا أن يكون معي في هذه الحلقة محلل البرنامج الكوتش محمد عبد الرزاق إيليا. مرحبا بك كابتن إيليا، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك أستاذ طارق وزميلي بابكر، ومساء الخير على كل المشاهدين، ونتمنى نقدم حلقة إن شاء الله فيها المفيد إن شاء الله. أيضا الترحيب امتد أيضا بضيف البرنامج ومحلل البرنامج الكابتن بابكر ابو روب. مرحبا بك كابتن بابكر. مرحبا بك اخي طارق، ومرحبا بزميلي عبد ايليا، ومرحبا بمشاهدينا الكرام، ونتمنى ان نتقدم حلقه يعني تكون تنال اعجاب المشاهدين ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، نبدا حلقتنا بابرز عناوين هذه الحلقه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد ان استمعنا لابرز العناوين مباشره الى المحاور، ونبدا بنادي حيدوب النهود، هذا النادي العريق الذي صعد هذا الموسم لدوري الدرجة الممتازة بالسودان. بالأمس أعلن رسميا تعاقده مع المدرب إبراهيم حسين إبراهوما بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة بين أعضاء مجلس الإدارة. تكللت الجهود بالوصول لاتفاق مع المدرب إبراهوما، وتم التوقيع على العقد، وسينضم إبراهوما أو انضم إبراهوما فعلا إلى غرفة تسجيلات اللاعبين. وممكن الفريق كمن على استمرار أغلب العناصر التي صعدت بالفريق. بالأمس شاهدنا يعيد أحمد مارتن واثنين من اللاعبين القدامى. اليوم أيضا الفريق أعلن تعاقده مع محترف الهلال الأبيض السابق الشيخ مكورو تدعيما لصفوف الفريق لهذا الموسم. كابتن إيليا، حيدوب فريق من الفرق العريقة اللي قدمت مستويات كبيرة وظلت تزعى للصعود، وتكللت بالنجاح هذا العام، والتوقع او توقع كل المتابعين بانه حيدوب حيكون له شان كبير في الدوري الممتاز. التعاقد مع ابراهيم انا اعتبرها ضربه معلم لهذا الفريق العريق. هي في الحقيقه التعاقد مع ابراهيم هو يعني استمرار لنجاحات حيدوب في السنوات الاخيره. حيدوب يمكن كان بخط من 3 سنوات تقريبا للوصول للممتاز، ربنا ما وفقهم في السنتين الاوائل، وفقهم في السنة الأخيرة. الكلام ده يعني نقدر نقول إن هم اشتغلوا على كده. فريق يكون في لمدة 3 مواسم هو بينافس للوصول إلى الممتاز، معناه في شغل معمول، معناه في تخطيط سليم للمسألة دي. وأعتبر أنا بعتقد إنه يعني استجلابهم لإبراهوم الآن هو استمرار للتخطيط السليم ده، لأنه إبراهوم صراحة هو من واحد من المدربين الخبراء في الدوري الممتاز، وأنا في رأيي إنه هو حيفيدهم كثير جدا. أولا حيساهم في إنه استجلاب لاعبين يعني يساعدوهم كثير جدا في الثبات في الممتاز، وهو ده الهدف الأول بالنسبة لهم السنة دي، باعتبار إنه هو معظم اللاعبين بيعرف مستوياتهم تماما. الشيء الثاني القيمة الفنية لإبراهيم وخبرته الكبيرة في الممتاز، خصوصا مع المريخ ومع عدة فرق في الممتاز، بتخليهم هم يعني تحت يد أمينة. نعم، هيعرف يوظف اللاعبين التوظيف الممتاز، لاعبين هم لاحظ الآن هو في الغرفة بتاعتهم هو الآن المشرف على التسجيلات، إضافة لأنه لما يجي هيكون اللاعبين دول على سجلهم على ايديه، اضافه للكوكب اللي طلعت بهم وهي كوكبه ممتازه جدا. فاعتقد انه حيدوب صراحه الخطوه دي كانت خطوه موفقه جدا، وحيستفيدوا كثير جدا جدا من ابراهيم. الحفاظ على اغلب العناصر اللي صعدت بالفريق ايضا واحده من دروب الاستقرار اللي حتؤدي للنتائج، وشاهدنا الكلام ده ممكن بيان بالعمل في نادي هلال الساحل. حقيقه حقيقه هلال الساحل ضرب مثل كبير جدا في الاستقرار الفني والإداري، وده كان نتاجه إن هم الآن بيمثلوا السودان في الكونفدرالية. فالخطوة العاملة حيدوب هم لاعبين صراحة يستحقوا إنه يستمروا في كشف حيدوب، لأنه هم أوصلوا للفريق للمرحلة دي، معناه هم لاعبين ممتازين جدا. أنت بتعمل تدعيم وإضافات للاعبين خبراء في الممتاز يساعدوا اللاعب الموجودين دي. أنت ما هتسجل تسجيلات كبيرة، ما هتعمل تغيير كامل في الفريق، لأن الفريق أصلا فريق ممتاز.
انت محتاج للاعبين خبراء داخل الفريق يقودوا اللاعبين ديل في الممتاز اضافه لابراهوما. واعتقد انه دي الخطوه السليمه والاستقرار ده يعني اللعيبه لما يكونوا مع بعض لموسمين ثلاثه مع بعض اعتقد انه حيكون في يعني في نتاج فني ممتاز جدا زي ما حصل الان في هلال بارسودان. طيب ايضا خطوه التعاقد مع شيخ مكورو لاعب خبير الملاعب السودانيه وممكن تعاقد مع الهلال ثم سنين عده مع هلال الابيض عاد غادر هلال الابيض ثم عاد الان لحيدوب ممكن اضافه كبيره لفريق حيدوب. هو حقيقة إضافة كبيرة وخبرته الطويلة في الممتاز وخبرته حتى الدولية الطويلة. أعتقد أن الخطوة دي كان وراها إبراهيم باعتبار أنه هو دربه في هلال أبيض ويمكن شفنا مستواه الآن هو في ما في كامل لياقته البدنية لكن يعني لسه هو شيخ مكورو يمتلك نفس القدرات القديمة بس يحتاج أنه شوية شغل في لياقته البدنية. وأعتقد أنه إبراهيم لو ما كان عنده القدرة انه يخليه يستعيد لياقته البدنيه ما كان اوصى انه يسجله. نعم. طيب جميل ايضا لا ننسى الدور الكبير للمدرب السابق لحيدوب النهود محمود كوا الكوتش القدير اللي غاد حيدوب ممكن بانجاز كبير مش حتى الصعود فقط ولكن الصعود بنتائج متميزه حيدوب لم يخسر اي مباراه طوال الموسم الا مباراه وحيده كانت امام الفلاح في المرحله الاخيره. حقيقه انا دي الحته دي يعني انا فكرت فيها كثير صراحه قبل ما نقعد في الحلقه دي. مدرب يعني أداك فريق زي الفريق ده معنى هذا مدرب ممتاز جدا يجب أنك تحافظ عليه. أما السبب اللي خلى إدارة حيدوب تستجلع براهوما لأنه المدرب هو ما عنده الخبرة في الممتاز وبراهوما راجل خبير في الممتاز فأعتقد أنه الأسلم واليفترض أنه يحصل أنه هم يصروا على أنه المدرب ده يكون مع براهوما جنبا إلى جنب في الممتاز. كابتن بابكر خطوه كبيره من ممكن وانت واحد من المعجبين جدا بالكوتش ابراهوما وظللت ممكن في حلقات ماضيات تتكلم عن ابراهوما وعن ما يقدم ابراهوما. ممكن ابراهوما لو رجعنا لتاريخه التدريبي سواء كان في الخرطوم الوطني سواء كان في هلال الابيض ومسيره عامره سواء كان في المريخ وبالظروف اللي مر بها المريخ ابراهوما ينافس ممكن حتى منافسه المريخ في الدوري الممتاز الموسم الماضي حتى اخر اسبوع كان ابراهيم له دور كبير فيها لانه هو ظل العنصر الثابت طوال الموسم. حيدوب النهود فريق ايضا من الفرق الطموحه نقول بحكم انها يعني ممكن سعت كثيرا للصعود للممتاز واجهت عقبات ولكنها لم تيأس سواء كان على الاداره او على الداعمين على الجهاز الفني الى ان وصل الدوري الممتاز وواضح انه طموح حيدوب النهود الان ارتفع باستجلابه لمدرب ابراهوما. لو نظرنا للمدرب محمود كوا لم يكن سيئا قدم مستوى متميز خساره وحيده طوال الموسم ولكن زي ما ذكر كابتن ايليا التعاقد مع ابراهوما هو تعاقد من اجل خبره ابراهوما في الدوري الممتاز من اجل تشعر بانه حيدوب عنده طموح انه ما يكون هو موجود فقط ولكن دار يضع بصمه في الدوري الممتاز. نعم انا اول حاجه حيي حيدوب وحيي منطقه النهود اللي هي جسيمه في هذا الفريق وحيي الاداره وحي منطقه شعب ادارته ولاعيبه وشعبنا كلهم هو في الفريق. فريق حيدوب كما ذكرت انه ثلاث سنين هو بناضل يصل على احتاب الدوري الممتاز، فريق مناضل، فريق مكافح، فريق عنده اداره صبرت على الفريق. الفريق الموسم السابق شاهدته في كاس السودان يعني ارهق الهلال ارهق شريف مباراه كان في كاس السودان فاز على الهلال 1-0 يكون هذا الهلال ذاته جاب عن طريق الصدفه او ما نقدر مش عن الهلال لكن فاز على الهلال انه اقول الهلال فاز على حيدوب النهوب بصعوبه غاسيه. حيدوب النهوب ادارته اداره محترفه جدا، استجابت المدرب ابراهوم من افضل المدربين الممتاز في السودان مع المدربين المحليين مع احترامنا للمدربين الباقيين، دي وجهه نظري الخاصه. الشيء الثاني ابراهوم انت ذكرت انه محمد كوم المفروض كان طلع بالفريق، انا افتكر حيدوب النهوب مع ابراهوم ليس امله يقدم مستويات ممتازه، انا افتكر الناس دي تفكيرهم بعيد جدا. اتوقع الناس يفكروا في يمثلوا كما مثل هلال بارسودان بعد ما صعد الممتاز. استجاب ابراهوم خبرته ليس في الممتاز فقط، ابراهيم اكتسب خبره حتى في البطولات الافريقيه في قاريه السودان، شاهدناه قبل 6 أو 7 سنوات مع هلال ابيض عمل وصل ربع النهائي تقريبا او تقريبا نص دور 16 او دور 8 ما اذكر مع هلال ابيض قدم مستويات كبيره جدا. ابراهيم حتى انا تكلمت انه تسجيلات المريخ كلها بيكون وراها دائما بالقصة المحليين بيكون وراها ابراهيم، وابراهيم بيعرف فاهم الدور الممتاز، فاهم اي لعيب في الداعي في الدور الممتاز ابراهيم، بيعرف قدراته، يعرف قدراته الفنيه، يعرف اي فريق الدور الممتاز عنده من اللعيبه اللي ممكن يسجلهم في الفريق اللي هو يشتغل فيهم. ابراهيم شيخ مكورو لعب معاه قبل كده الابيض ومثل معاه افريقيا، وكان شيخ مكورو قدم مستوى افضل من قدمه لما سجل في الهلال كان شيخ مكورو قدمه على الابيض. الشيء الثاني شيخ مكورو بعد ما ترك الابيض
هنا احترف في مصر نعم. في الدوري الماضي ما حي يعني ما انا افتكر لاعب لو ما عنده مستويات كبيره ويقدر يقدم شيء ما كان احترف في الدوري المصري. فانا افتكر اداره حيدوب النهود يعني اشتغل الشغل احترافي باستلام مدرب روهام. لكن احنا قلنا كما ذكرتوا انتم قلنا نخلي محمد كوا كان دائد وجهه نظر احنا والاداره عشان اخر انه محمد كوا يكون بجانب الى ابراهيم على سنه برضه يعني الراي اللي يعني اجتهد وقدم مستويات كويسه مع الفريق. لكن انا ان شاء الله حتشوف من هذا مما تذكر كلامي حتشوف حيدوب انه هو في الدوري الممتاز حيعمل عمايل المزهر. ده كلامي انا قلت لك انه واضح انه الطموح للفريق انه يضع بصمه بل ينافس مع فرق المقدمه وليس الطموح انه يلعب في الدوري الممتاز. يلعب في الدوري الممتاز نعم حيشوف حيكون منادي انه يلعب في فريق مصر الافريقي. ممكن هو يعني الكلام ده قلناه اعاد تسجيل الاثنين من المحترفين واعاد تسجيل احمد مارتن قائد الفريق له خبرات كبيرة وخبرات نعم. كبيرة في الدوري نعم. الممتاز نعم. أيضا صابر عطرون أو نعم. عماد عطرون نعم. هو واحد من المدافعين اللي بيقدموا مستويات كبيرة خلال مسيرته في الدوري الممتاز نعم. فواضح أنه الاستقرار نقدر نقول أنه حيدوب استفاد من تجربة هلال الساحل أكيد وماشي في طريق نفس الطريق بتاع هلال الساحل مع اختلاف أنه هلال الساحل احتفظ بنادي الهبوب بعد ما صعدوا نعم. لكن هم طبعا في اشياء يعني ممكن ما نقدر نعرفها على في الاداره. احتمال يكون محمد كوي يمكن ما نقدر نعرف انه ممكن يكون محمد كوي يمكن ما وافق يشتغل مع ابراهيم نحاشا. ويمكن يجوز يمكن هم برضه يعني يحاولوا يشوفوا انه ابراهيم ممكن خبراته اكبر من محمد كوي يقدم لهم ممكن اكثر. مع احترام محمد كوي يعني احنا برضه نشكره على المستوى اللي قدمه. طيب جميل. طيب ايضا التسجيلات والتنقلات وممكن القمه السودانيه هي الشغل الشاغل. أنباء متضاربة اليوم أنباء عن اكتمال انتقال الحارس العاجي للهلال وبعد ذلك طلعت أنباء بأنه لم يجتاز الكشف الطبي. كيف ترى عموما تسجيلات وإضافات نادي الهلال في هذه الفترة؟ وحقيقة يمكن ميركاتو الهلال السنة دي ميركاتو يختلف تماما عن كل تسجيلات الهلال في السنوات السابقة. الهلال في من حيث عدد اللاعبين الهلال يمكن أضاف إلى الآن 7 أو 8 لاعبين محترفين نعم نتكلم عن المحترفين نحن نعم ودي العددية. في النوعية التسجيل تم عن طريق رصد ومتابعة اللاعبين من خلال دورياتهم ومشاركاتهم مع أنديتهم لمدة يمكن 4 أو 5 شهور وبعلم المدرب اللي هو كان في يمكن اتفاق بينه وبين الهلال منذ يعني ذهاب موتا من الهلال. كان على علم باللاعبين ديل وهو سأل عن كل لاعب باتصالاته على كل مدربي الغارة الأفريقية أو غرب أفريقيا اللي بيلعبوا فيها الدوريات اللي بيلعبوا فيها اللاعبين ديل. والمباركة كانت كبيرة جدا حتى انه هو يعني يمكن الحارس العاجي الغاني وعاجي هم كان هو الحارس اشانتي حارس الاشانتي نعم. هو رفضوا طبعا باعتبار انه لاعب قصير هو خدت مقاييس محدده لحارس المرمى. يمكن ده كان خلافه مع لجنه التسجيلات. هو خلافه ما كان مع مجلس الاداره كان خلافه مع لجنه التسجيلات في اللاعب ده تحديدا واقتنعوا بكلامه. وفي نفس اللحظة هو اتصل على المدربين في ساحل العاج ورشحوا له اللاعب ده. ويمكن بعد كده اللجنة رجعت تاني شافت الفيديوهات بتاعته مرة تانية واتفقوا عليه. الكلام اليوم اطلع أو هي إشاعات نحن ما عارفين الحقيقة وين إلى الآن إنه هو ما نجح في الاختبار الطبي. هو اللاعب ده فنياً لاعب ممتاز جدا ومميز خالص يعني كان حيدي الهلال قوة ضاربة في حراسة المرمى. لو جينا لباقي الخطوط اعتقد انه التسجيلات كانت مدروسة نفس الخانات اللي كان محتاج الهلال تماما بل في زيادة في بعض الخانات. الهلال ما كان عنده فيها حوجة كبيرة تم تدعيمها بمحترفين على مستوى عالي. لو نظرنا لنوعية اللاعبين ديل بنلقى انه كل اللاعبين ديل كانوا اساسيين ومبرزين في انديتهم وفي دورياتهم. فاعتقد انه تسجيلات كانت ناجحة جدا. يمكن الهلال في عنده اخر
خانة هيسجل فيها المهاجم، واللي هو ده يمكن الهلال ساعي في عدة اتجاهات. نتمنى التوفيق للهلال في استخدام الخيار الأول اللي هو تقريبا اكس الماي على حسب المعلومات اللي وصلنا الآن، والمعلومات بتقول انه الهلال قريب. فأعتقد انه ميركاتو ناجح جدا، لكن في حاجة مهمة، نحن ما عايزين نستبق الأحداث، لكن ما معناه ان احنا سجلنا اللاعبين ده معناه ان احنا جبنا كاس افريقيا خدتنا عندنا. نحن سجلنا لاعبين محتاجين اقل شيء لفترة 6 شهور عشان ينسجموا مع بعض وعشان يهضموا الخطط والتكتيك حتى بتاع النجاح المدرب. النجاح محتاج لوقت، وحتى نسبة النجاح محتاج انت ما بنخد نسبة نجاح اكثر من 50% على سنه. حتى لو فشلوا احنا 50% نجحوا، ال 50% الثانيين ديل عندك الفرص في السنه الجايه. عشان كده الخطه بتكون خطه طويله المدى، عشان كده عقودات اللاعبين ديل كانت عقودات لسنوات طويله. ما ايضا الميزه في الهلال ممكن اللاعبين الاعمار صغيره، الاعمار صغيره نعم، وفتره التعاقد اكبر لاعب طويلة. اكبر لاعب اللاعب السنغالي 27 سنه نعم، وفتره التعاقد فترات طويلة. ما في لاعب، يمكن لاعب واحد بس سنتين، لكن كل اللاعبين 3 سنوات، وفي لاعب 5 سنوات مواصلة. فده دي بتوريك انه الخطة انه نحن الان يمكن الهدف المنشود الان انه يوصلوا على الاقل دوري الاربعة، وثم يتم التدعيم بالاضافات في السنة القادمة والسنة اللي بعدها عشان الهلال يصل لمرحلة التتويج. فنحن الشيء المطلوب مننا نحن انه ما نستعجل النتائج، باعتبار انه اي فريق محتاج انسجام. ده فريق جديد، مدرب جديد، عدد من اللاعبين الجدد محتاجين فتره عشان ينسجموا مع السودان ومع بعض ومع طريقه المدرب وهضمهم لخططه. فنتمنى التوفيق للهلال ان شاء الله. كابتن باقي، يمكن انت امس تكلمت عن هذه النقطه، لكن اذا عندك اضافه تفضل. نعم، الاضافه بسيطه. انا تكلمت امس عن المحترفين ومن دول متطوره كرويا، من دول كلها متقدمه كما ذكرنا امس غرب افريقيا. لكن الشيء الثاني انه ذكرت انه بيلعبوا في دوريات بلادهم، حتى بيلعبوا في الفرق المقدمه في بلادهم، يعني مثل اشانتي، مثل اسكا العاجل. الحارس ده، الحارس ده هو حارس المنتخب المحليين. نعم، الحارس المنتخب، وحارس الثاني المنتخب الاول. والمنتخب الاول اي يعني. وشوف لما يقول لك حارس العاجل الحارس الثاني، انت معناه اعتبره ده بالنسبه للحارس السوداني حاجه فوق عاليه جدا جدا. اي نعم. فاللعبه دي انتم تحدثوا انه احتمال ينجح احتمال، شوف اللعبه طالما انه هم لعيبه مبرزين في انديتهم وفي انديه كبيره، ان نحن الناس ما تستعجل النجاح ولا يستعجل المدرب. ده المدرب من اقوى المدربين في افريقيا، فلوران، الناس ما تستعجل عليهم. في اشياء كثيره بتاخر نجاح المدرب، في اشياء كثيره بتاخر نجاح اللاعبين، كما ذكر اخي لي انه عقود طويله. الناس حتى لو الموسم الاول ما نجحوا، الناس ما تدور عليهم طوال. نحن عندنا في السودان عندنا الاستعجال. طيب، فلازم الصبر عليهم وعلى المدرب. دي لازم من الشروط. طيب ايضا المريخ ممكن اضاف، ممكن تكلمنا امس برضه عن تسجيلات المريخ، لكن الجديد في تسجيلات المريخ اضافه اللاعب رامي كارتكلا من اهلي مروي لمده 2 سنين، ايضا سيف مرفعين من الاهلي مروي، هم الاثنين كانوا لعيبه المريخ بالمناسبه لمدة 4 سنوات، أنباء عن اتفاق على وشك الاتفاق أو خلاص الأمور في النهاية مع مازن محمدين، أيضا عودة للمريخ، أنباء عن عودة توني وتجنيسه. كيف ترى هذه التسجيلات بالنسبة للمحلين؟ ممكن المريخ في المحلين أكثر من الهلال. والمريخ، أنا تحدثت أمس وقبل فترة قلت المريخ في تسجيل المحليين قاعد دائما بيختار أكثر من الهلال، بيختار النجوم أكثر في عينه، فاحصل النجوم أكثر من الهلال. فاللعيبة اللي ذكرتهم مازن محمدين وكورتيغلا والدماء ديلا كله لعبوا في المنتخب أول، لعبوا في المنتخب الأول ديلا، يعني ما محتاجين عشان خبرات والله. هنا باعتبارهم المريخ فريق بالنسبة لهم يعني عادي، هم لعبوا في لعبة المنتخب، كنا تلعب في المريخ وتلعب في الهلال، بعد الأمر عليه سهل جدا. فأنا بشوف المريخ برضه ميتيت هذا الموسم في التسجيلات، بالأخص توني اللي هو أخذ خبرات في الدوري السوداني، اللي هو وضعه كان، وتوني كان من أخطر اللعيبة بشكل خطورة، بالذات توني في المباريات الكبيرة. توني أنت ما تحسب اللاعب في الدم، احترام الدوري عندنا ممتاز. توني كان بيظهر في مباراة الغيمة هلال المريخ، بيظهر البطولة الأفريقية، بيقدم مستويات كبيرة جدا. فأنت ده اللعيبة اللي أنت محتاج لهم كهلال المريخ في الفرقة المتمثل خارجيا، محتاج مثل هذه اللعيبة. أنا أفتكر توني كما سمعت قبل فترة إن توني ده أصلا بتاعها متكفل بعقده براتبه أحمد التازي. أحمد التازي أيوه، هو التحية الرئيس الفخري لنادي المريخ. حتى في ناس من المريخ قال لك ما عارفين نحطه تعاقدوا مع احمد تازي كيف، يعني هو تكفل احمد تازي، مكتب احمد تازي بيقوم بكل شؤونه. ودي برضه محمد كويس، يعني امسال شخصيات كبار، احمد تازي يدعم فرق في السودان عندنا والشيخ،
وتركي الشيخ تعالي الشيخ ابو ناصر يعني يقول ده بزر كويس لو متحيين من هنا كلهم مشكورين ها يعني اللعيب عندهم قلبهم على الكره السودانيه ومن هنا نشكرهم وان شاء الله نتمنى للمريخ كل الفرق السودانيه التقدم وان شاء الله نتمنى لهم تسجيلات ناجحه هذا الموسم. نعم كابتن إيليا تسجيلات المريخ المحليه والمحترفين هو حقيقه يمكن بقى بكر ذكر انه المريخ عينه فاحصه في اللعيبه المحليين انا اعتقد غير كده انا اعتقد انه الهلال ما محتاج لاعبين محليين على مستوى عالي باعتبار انه الهلال في السنة اللي فاتت والقبلها سجل كمية كبيرة جدا من نجوم الدوري السوداني فالهلال بقت حوجته للاعبين أجانب دي الحاجة الأولى الحاجة الثانية بالنسبة للاعيبة المريخ الأجانب سجلهم أعتقد أنه توني هو أفضل الخيارات الموجودة بالنسبة للمريخ في الأجانب في المحليين أعتقد أنه رامي كورتوكيلا يعني لاعب ممتاز جدا ممتاز خالص انا اعتقد انه من افضل اظهر اليمين في 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 دورينا المحلي واعتقد انه هو يعني اضافه كبيره جدا لدفاع المريخ خصوصا انه المريخ عنده مشكله في الطرف اليمين ودائما قاعد يولف فيها. بالنسبه لمازن يعني مازن قد يخطئ ويصيب يمكن شفناه في المنتخب مباريات كان ممتاز ومباريات اعتقد انه كان سيء. هو لاعب عادي ما اللاعب السوبر يعني لكن رامي صراحة مكسب كبير جدا للمريخ وأعتقد أن المريخ لسه عنده تسجيلات تانية عنده لعيبته حيعيدهم زي عمار طيفور سيف تيري أعتقد أنه دي إضافات كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة للمريخ التش عمار طيفور سيف تيري هم ديل نجوم التسجيلات الحقيقية بالنسبة للمريخ إعادة كون المريخ يعيد تسجيلهم أعتقد أنه هو ضاربة للمريخ وهتدعم المريخ كثير جدا لكتيبته الحاليه افريقيا. عموما كابتن إيليا ممكن التسجيلات هذا الموسم بالنسبه للقمه السودانيه تشهد يعني في انت كانها في اختلاف من المواسم السابقه. حقيقه هي السنه دي اهم ما فيها انه يتولوها الاجهزه الفنيه نعم. للفريقين. يعني في الهلال كان عنده لجنه بتاعت متابعه ورصد يمكن رصدت لمده 4 شهور شغاله باشراف المدرب الحالي. شاوروه في كل حاجه زي ما قلت لك انه يعني كان في شغل كثير جدا في الهلال. في المريخ اعتقد انه يعني كان هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره لدرجه انه يعني رفض بعض اللاعبين المجتمع المريخي وجمهور المريخ استاء جدا من لكن دي نظره فنيه يملكها هو لانه ده الفريق اللي حيشتغل معه هو انت ما ممكن تجيب لي لاعبين وانا جاي اشتغل معهم كده يبقى لو انت عايزنا انا اقدم نجاحات يبقى انا لازم اجيب لعيبتي اللي بيساعدوني على تنفيذ خططي رغم انه في عقبه في المريخ يمكن في التسجيل في تسجيلات الاجانب في تصريح من عبد الكريم النفطي قال نحن سجلنا في حدود الامكانيات المتوفره معناه تحس بانه يعني هم ديل كانوا عايزين الافضل نعم كانوا الافضل لكن طيب حدتهم على ضوء كلامك ده ممكن ايضا في انتقاد في انه الان الانباء بتشير لانه غرائر اشار لانه لابد من اعاره سليمان زكريا وعزام عادل ممكن جمهور المريخ ما راضي خاصه سليمان زكريا حقيقه هم ده الكلام الفني الطلع من الغرائر ما اعرف هل اداره المريخ هتنفذ كلامه ولا هتمشي مع رغبة الجمهور. انت في الاخر انا زي ما قلت لك انا من انصار انه انت المدرب جبته تمشي بالنظرة الفنية تدي صلاحياته كاملة عشان انت في الاخر هتحاسبه. وهو ما هيحصل حاجة يعني انت يعني ما هم اللاعبين الخلاص يعني حيجيبوا لك الفارق كبير المريخ عنده لاعبين على مستوى عالي جدا. هو ممكن اشار لسليمان زكريا ولعزام عادل ولسيف او كوة نعم صديق كوة وهم اشار لهم انه يطلعوا اعاره على اساس انه يلقوا فرصه يلعبوا اكثر نعم. ويرجعوا بقوه اكبر رغم انه طبعا يعني صديق قوة انا ما اعرف انه انت كونه انت ترجع سيف مرفعين وتعير صديق قوة لو شفت نجاحهم الاثنين في الدوري بتلقى انه صديق نجاحاته اكبر لما كان بيلعب مع اهلي مروي نعم طبعا منتخب صديق قوة برضه نعم لكن دي طبعا زي ما قلنا في الاخر انها هي نظره المدرب ويجب انها تحترم حتى في اللاعب الطرف اليمين اللي هو الطرف اليمين المحترف كان توماس الكاميروني قدم نجاحات كبيره جدا مع المريخ صراحه وكان من افضل نجوم المريخ فالناس تفاجات بانه هو تم الاستغناء نعم وبنظره فنيه من الغرائر نفسه نعم قال
لكن دي يمكن يكون لانه هو استجلب المدافع الصعيدي التونسي. نعم. طيب جميل، نغلق ملف القمه السودانيه ونتمنى لحيدوب وابراهيم النجاح مع حيدوب، ونشاهد فريق يعني يقدم لنا مستويات يكون اضافه حقيقيه للدوري الممتاز. كما نتمنى للهلال والمريخ النجاح في التسجيلات والنجاح في البطوله الافريقيه، لانه الهدف الاساسي من كل هذه التسجيلات هي البطوله الافريقيه. نتحول لكاس العرب للشباب تحت سن 20 سنه المقام هذه الايام بمدينه ابها بالمملكه العربيه السعوديه، واللي حتختتم مبارياته مساء اليوم بمواجهه صعبه بين المنتخب السعودي تحت 20 سنه صاحب اخر بطوله وبين المنتخب المصري صاحب المستويات الكبيره اللي قدمها في هذه البطوله. حقيقه الفريقين قدموا مستويات يعني مبهره في البطوله دي. يمكن الفريق المنتخب المصري ما خسر ولا نقطه، كسب كل مبارياته. المنتخب السعودي يمكن يتعادل في مباراه واحده وحسمها بركلات الترجيح. لو جينا شفنا الفريقين فنيا بنلقى انه اللاعبين في المنتخب ده او المنتخبين هم لاعبين نشأوا في مدارس سنيه، سواء في مصر الانديه المصريه، سواء في السعوديه الانديه السعوديه والاكاديميات. شفنا انه اللاعبين ديل بيمتلكوا كل ما يمتلكه اللاعب الناضج. لاعبين يعني صراحه بيقدموا في مستويات كبيره جدا. كان في متعه كبيره جدا في مباريات الفريقين. الفريقين كانوا هم حقيقه الافضل ويستحقوا انه يوصلوا للنهائي. المنتخب السعودي يعني يمكن بنشهد طفره كبيره جدا في الكره السعوديه على كافه مستويات المنتخبات، منتخب الناشئين الشباب الاولمبي والمنتخب الاول. الكره المصريه غنيه عن التعريف. صراحة البطولة نفسها كانت بطولة ممتعة جدا. ما بتحس بأنها دي بطولة الشباب، بتحس بأنها دي بطولة كبار. عقليات اللاعبين عقليات حقيقة أقرب للاحترافية. لولا سنهم الصغير كنا نقول عقلية احترافية. اللاعبين ديل لما يلعبوا مع منتخبات بلادهم الأولى أنا أعتقد أنه حيقدموا مستويات كبيرة جدا، لأنه شفناه الآن، شفنا كرة قدم حقيقية من الفريقين. اعتقد اننا حنستمتع جدا بالمباراه دي، ونبارك للفائز مقدما. واعتقد انه الدوره صراحه ادت كل فوائدها والناس جنت منها الشيء المطلوب. طيب مشوار الاخضر السعودي، الفوز على موريتانيا 2-0 ثم على العراق 4-1، دور ربع النهائي تعادل مع اليمني النظير اليمني وفاز بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين في نصف النهائي بخماسيه. مشوار المنتخب المصري تصدر المجموعة الرابعة بعد أن فاز على عمان على عمان على عمان 1-0 وعلى الصومال بهدفين دون مقابل. في دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 قبل أن يفوز في نصف النهائي على الجزائر 3-1. يعني زي ما ذكرنا إنه واضح نتائج كبيرة. نعم، بالنسبة للمنتخب السعودي مباراة واحدة تعادل فيها وحسمها بركلات الترجيح. نعم. المنتخب المصري فاز في كل المباريات. نعم. عقد بالأمس المدربان المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية. مدرب المنتخب المصري محمود جابر ذكر إنه الوصول للمباراة النهائية هو شرف لكلا المنتخبين، وذكر مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وبين أنهم سيعملون من أجل الظهور بصورة مميزة في هذا النهائي المرتقب. وأضاف أن الجمهور هو كان كلمة السر بالنسبة للمنتخب المصري، متمنيا أن تشهد المباراة حضور جماهيري من الجالية المصرية بصورة كبيرة. هو طبعا كلامه كلام دبلوماسي جدا، باعتبار أنه هو أشار لأنه الفريقين هم الفريقين اللي بيستحقوا أن يصلوا لما قدموه من مستويات. فيه الكلام فيه احترام كبير جدا للمنتخب السعودي، واشاد بالجاليه المصريه، ودي برضه فيه كلام يعني كلام كبير. ذكر انهم له سنين بيطمحوا لهذا اللقب، وان شاء الله حيحتفلوا مع الجاليه المصريه. نعم، بهذا اللقب. ده 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 فيه تشجيع، لانه جذب للجاليه انه تيجي تشجع منتخبها في المباراه دي. واعتقد انه كلام متوازن وكلام زول عاقل جدا وكلام حقيقي فعلا. هم الفريقين هم الافضل. وزي ما ذكرنا قبل شوية إنه المنتخبين لهم عمرهم الطويل ككرة سعودية أو ككرة مصرية في المنافسات السنية والمنافسات على المستوى العالي، فأعتقد إنه وضع طبيعي يعني الوصول للفريقين. مساعد مدرب المنتخب السعودي الكابتن محمد مزعط ذكر بأنه المعربان يعني الفريقان استحقا الوصول للنهائي،
مؤكدا انهم يواجهون ضغوطات كبيره للحفاظ على اللقب الذي توج به الاخضر العام الماضي. حقيقه يمكن المنتخب المصري بيمثل عقبه كبيره جدا للمنتخب السعودي السنه دي، باعتبار انه لو نظرنا لنتائجه بنلقاه انه هو فاز في كل مبارياته، منتخب مميز جدا. لكن المنتخب السعودي لا يغيل عن المنتخب المصري في شيء، المنتخب السعودي مدعوم من كل القاعدة الرياضية من رأس الهرم إلى القاعدة، لاقي دعم كامل. أعتقد يعني من الصعوبة بمكان إنه تقدر تتكهن بيمين حيفوز على الثاني وياخذ الكاس، لكن في الآخر هي البطولة كانت بطولة مشرفة، واعتقد انه كلام محمد مزعد كلام حقيقي انه الفريقين يستحقوا يوصلوا لل نعم. كابتن بابكر، مباراه ما بين الطامح للحفاظ على اللقب المنتخب السعودي وبين المنتخب المصري الذي يطمح بالتتويج، وممكن زي ما ذكر المدرب انه نحن بنعمل لسنين للفوز بهذا اللقب، ومباراه صعبه جدا بين منتخبين قدموا مستويات كبيره ونتائج تحكي عن قوه الفريقين. نعم، شوف دائما اي بطوله من الدور الاول بتتكرر رحله البطل. الفريقين كان فوق رحله البطل من بدايه المجموعات، من فوزه والنتائج اللي حققوها، من النتائج اللي حققوها من ربع النهائي نصف النهائي، يوريك انه فريقين ماشيين في طريق الكاس. لو تعزل حتى المنتخب السعودي بيحرز نتائج كبيره جدا، 5 اهداف واربع اهداف تقريبا، يمكن هو التعادل الوحيد، المباراه الوحيده اللي لم يحرز فيها اهداف امام المنتخب اليمني. نعم، وتمكن بركلات الترجيح من حسم المباراه، ومن هيك كان برضه ياخذ بقى نحيي المنتخب اليمني. نعم، واحد من الفرق من المنتخبات اللي قدمت مستويات كبيره. نعم، وحتى قبال فتره منتخب الناشئين فاز على المنتخب السعودي في الدمام. نعم، يعني سبحان الله ما شاء الله، يعني ماشيين في تطور ملحوظ جدا منتخب اليمن. نعم، رغم الظروف الحاليه الكبيره هم اللي عندهم، لكن كما ذكرت انه فريق بطولات من بدايه البطوله هم يوحوك انه يوروك انه فريقين بتاع بطولات، يعني فرقه بطوله كاس، فريقين كاس. الشيء الثاني، لا 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 المنتخبين لم يتعرضوا لاي تعرضوا لاي هزيمه. المنتخب الوحيد اللي تعرض لتعادل هو المنتخب السعودي. الشيء الثالث، المنتخب السعودي اخر بطوله فايز بها هو. انا بقول المنتخب السعودي له ضغوط اكثر من المنتخب المصري. ليه؟ وده ما ذكره محمد مسعد مساعد المدرب. نعم، حيكون ضغوط نفسي اكثر. ذكر انه هم المنتخبين اللي استحقوا الوصول للنهائي، ولكن الضغوطات علينا كبيره للحفاظ على هذا اللقب. نعم، لان انت فزت الموسم السابق بهذا اللقب، انت المباراه في النهائي في ارضك، او الدوري كلها البطوله كانت منظمه كلها في ارضك، وانت منتخب المنتخب السعودي ليك وزنك وليك شانك حتى من جميع المراحل السنيه، فانت والجمهور السعودي الله يرحم انه في البطوله دي تطلع من يديهم. تعودوا كثير قبل شهرين او 3 شهور، يعني حازوا على بطوله بدون فوز، بدون تعادل او هزيمه، بطوله يعني اسيويه، بطوله اسيويه، فهم مع سعر الشهري. نعم، فحتى المدربين المحليين نجحوا واثبتوا نجاحاتهم. فانا افتكر محمد مزعل مساعد المدرب على شكله تحس من السعي متوتر بالمباراه، ما لانه عارف الجمهور لم يرحم الجمهور السعودي، كما ذكرته المباراه ليست سهله. المنتخب المصري كما ذكرها خيليا منتخب المراحل السنيه، فرق بتاع حتى في فرقهم المحليه في مصر او هنا في السعوديه، فمباراه التنبؤ بالنتيجه صعب، مباراه ليست بالسهله، لكن انا اتوقع والعلم عند الله انه المنتخب السعودي يفوز. طيب رايك شنو في تصريحات المدرب محمود جابر مدرب المنتخب المصري اللي قال انهم يستحقوا الوصول للنهائي، وأن وجود الكرة المصرية في النهائي أمر طبيعي بالنسبة للكرة المصرية، مشيدا بجمهور الجالية المصرية اللي ظل مساند، وقال هو الروح الحقيقية للمنتخب، متمنيا أن يشهد لقاء اليوم حضور جماهيري كبير، ووعد الجماهير بأنه حيحتفلوا هم داخل الاستاد بهذا اللقب اللي ظلوا يعملوا له منذ سنين. والله يا أخي كلام المدرب محمود أنه هو حاجة تشجع للعيبة. الشيء الثاني زي ما ذكرت انت تشجيع الجمهور على اساس يحمس الجمهور بالدخول للمباراه، فدي كلها يعني بيطلب في تصريحات انه يا جمهور ادخل المباراه، مباراه الغد او مباراه اليوم، هي تقريبا مباراه اليوم اليوم انه شجعوا فريق منتخبكم، فده من حقهم يطلب جمهور، ومن حقه يساندوه، ومن حقه يعني خاصه انه الجاليه المصريه في السعوديه بكميه ما شاء الله، وجاليه عاشقه لكره القدم، بتحب منتخبات وحب جنون. نعم، هو المصريين معروفين عندهم كره القدم وللانديه والمنتخبات اللي بتمثل مصر. نعم، عندهم وطنيه، حتى المنتخبات يعني حتى عندنا في السامبا واحد اغلب المشجعين هلال المريخ تهم المنتخب، لكن المصريين لا، عكسا المنتخب عندهم فوق كل شيء. نعم، فانا افتكر حتكون مباراه شرسه جدا، حتكون تشاهد جمهور كثير، ونتمنى للفريقين التوفيق ويقدموا مباراه. طبعا انت الايام دي فرحان بانه الزمالك متصدر واموره ظابطه. نعم، يقدم مستويات كبيره الزمالك. نعم نعم، حياخذ الكوسه، حنرجع كاس الزمالك ان شاء الله. الزمالك فريق يستحق ان شاء الله. الجاليه المصريه جاليه عاشقه لكره القدم،
وظلت دائما ما تدعم الانديه والمنتخبات، خاصه المنتخب. يعني شاهدنا الجاليه المصريه سواء كان في السعوديه، في الامارات، في كاس العالم، في كاس العالم للانديه في قطر، دائما الوجود الجاليه المصريه له اثر كبير على كل المنتخبات والانديه المصريه اللي بتشارك. حقيقه في لاسباب كثيره، اولا انه يعني ذكرتوها انتم، حب المصريين لبلادهم، ويعني شفناهم بيشجعوا المنتخب حقيقه، والانديه اللي بتمثل في المنافسات القاريه بنلقى انه تشجيع بجنون، بنلقى انه الناس كلها بتقيف مع المنتخب او الفريق اللي بيمثل البلد، لدرجه انه شفناهم خلف محمد صلاح، وشفناهم خلف محمد زيدان، وشفناهم خلف احمد حسام ميدو، يعني كل حتى لاعبهم اللي بيحترف برا بتلقاهم كلهم بيقيفوا معاه وبيشجعوه. دي واحد. الحاجة الثانية، جمهورية مصر العربية هي طبعا واحد من ثلاثة فرق أسست الاتحاد الأفريقي. نعم. فده تاريخ عريق جدا في كرة القدم، أعتقد أنه يعني له أثره الكبير في أنه التطور الكبير الحاصل في كرة القدم في مصر، وثقافة التشجيع الصحيحة، دي كلها أشياء أدت. إن كان المنتخب المصري ممكن خروجه من تصفيات كأس العالم وخسارته لنهايات أمم أفريقيا يمكن لها تأثير، ولكن تظل الكرة المصرية واحدة من الـ من الـ من او من الدول اللي تظل رائدة في مجال كرة القدم. نعم، هي طبعا النجاحات لا ما ممكن تستمر. نعم. تواليا يعني، فلازم في دورات، يعني بتستمر في دورة نجاح يعقب فشل عشان تعالج اسباب الفشل عشان ترجع للنجاحات مرة ثانية. هي المباراة طبعا جارية الان، ممكن نحن في الدقيقة العاشرة تقريبا او الدقيقة 11، والنتيجة ما زالت التعادل بدون أهداف. مباراة تجرى في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وأجواء خيالية، وأجواء أبها البهية، أبها البهية، وجمهور حقيقة. الدورة نفسها يا كابتن إيليا الحضور الجماهيري فيها يعني حضور كبير حقيقة، لأنه يعني يمكن منطقة أبها يمكن المنافسات الكبيرة فيها ما بتحصل كثير، فلما يكون في حدث زي ده، زي ده أنا أتذكر يعني دورة أبها برضو اللي كانت للأندية العربية، يعني كانت جابت جمهور كبير جدا وفيها حضور عالي جدا، وأعتقد إنه نفس الحاصل في الدورة دي هو الحاصل الآن في الدورة، باعتبار إنه ده حدث كبير جدا هناك، الناس كلها بتيجي. نعم. أيضا ممكن الحضور الجماهيري، ممكن العطلة بتاعت المدارس لها أثر كبير في الحضور، وخاصة انه اغلبية السعوديين بيمشوا منطقة أبها في الاجازات المدرسية، لذلك الحضور الجماهيري في الدورة واضح الحضور له اثر كبير في المباريات. نعم كمان نعم، جميع هذه الايام أبها يمكن منطقة في المملكة الجو فيها يعني جو معتدل، جو جميل جدا. نعم. فغير البطولة اصلا معظم الكابتن المواطنين السعوديين بيسحبوا لمنطقة الجنوب كلها، معظمها أبها بالتحديد. شايفها قبل كم يوم في الوردة، فات كذا مرة بلد ممطر، المطر شغال والجو بارد. فانا افتكر حتى بالنسبه للجاليات الثانيه اللي عايزين يحضروا المباراه دي، يعني هم الجو لما يكون برضه الجو كويس بيشجع المشجعين ذاته يحضروا، وجالس المدارس بيشجع المشجعين برضه يخشوا. يعني مرات الواحد الجو يكون سخن يقول لك يا اخي ما في داعي امشي احضر المباراه، فالجو لما يكون جو كويس بيشجع المشجعين يمشي يحضر المباراه. دي سياحه، هي سياحة داخليه. نعم نعم، اختيار موفق للقائمين على امر البطوله في التوقيت وفي المكان. طيب نغلق ملف البطوله العربيه مع نيابنا للمنتخبين العربيين الشقيقين، المنتخب السعودي والمنتخب المصري، بأداء مباراة جميلة، وكلنا فائزون أن يلتقي العرب في هذه البطولة وعلى أرض المملكة العربية السعودية. الدوري الإنجليزي انطلقت المباريات الموسم يوم الجمعة الماضي، بالأمس تواصلت واليوم تتواصل المباريات. تشيلسي بالأمس حقق انتصار صعب على إيفرتون بهدف جاء في آخر دقيقة من الشوط الأول بركلة جزاء، كفلت لتشيلسي 3 نقاط. هو حقيقة الدوري الإنجليزي طبعا في الموسم الفات كان الدوري الأجمل والدوري الأقوى في العالم، شهدنا فيه مباريات مستويات عالية جدا جدا جدا. يمكن البداية الآن، البداية دائما بتحكمها أشياء كثيرة جدا، استعدادات الفرق، تسجيلات الفرق، ترتيب الفرق في الموسم السابق. يمكن تشيلسي خسر البطولة في آخر الأمتار الأخيرة السنة الفاتت، وحتى في على مستوى أوروبا نفس فتشيلسي دخل اللقاء ده وفي مخيلته إنه أو في تفكيره إنه
البداية السليمة دائما بتديك دفعة كبيرة جدا للانطلاق في المواسم في الأسابيع اللي بعدها. لكن واجه خصم عنيد جدا إيفرتون. يمكن المباراة كانت متكافئة لدرجة كبيرة. تشيلسي كان الأفضل في الشوط الأول وكان له هجمات كثيرة جدا. في الشوط الثاني إيفرتون بالذات بعد ظهور الهدف فيه ويمكن في نهاية الشوط الأول عن طريق جورجينو ضربة جزاء. بدل الشوط الثاني إيفرتون بدأ ضاغط على تشيلسي وكان له عدد من الفرص. بعد كده رجعت الكفة اتعادلت مرة ثانية. عموما هي المباراة بتأدتك يعني ودتنا حمى بداية الدوري عموما. وما بتعرف لأنه الفرق بتكون بطيخة مقفولة بالنسبة لبعض، ما بتعرف أنت حصل شنو التعديلات اللي حصلت، الأشياء كثيرة جدا في متغيرات غير ما أنه الدوري يكون مستمر وأنت مراغب الفريق. لكن بداية كانت سخنة وملتهبة للمباراة دي، وأعتقد أن الدوري الإنجليزي بيصير هيكون بنفس قوة السنة الفاتت. بعد مثير تعادل فولهام وليفربول بأكد لك هذا الحقيقة. فوز صعب لتشيلسي على إيفرتون. نعم هو اللي شاهد المباراة يعني انا بفتكر ايفرتون رغم انه كان الموسم الساعه كان محدد انه ممكن قريب الهبوط مستوياته خمسة كانت في المؤخره جدا في الفرق الاخيره، لكن دائما البدايه للدوريات حمية البدايه ما الفرق ما مستوياتها تكون مزبزبه حتى بالذات الفرق اللي تكون اصلا فرق كبيره ما بتبدا مستوى ترجع لمستوى الموسم السابع اللي بعد الجوله الرابعه من الخامسه اللي قدام. لكن انا لو شاهدت دائما اقول لك الحارس نصف الفريق. انا افتكر الحارس مندي حارس تشيلسي يعني هو اللي كان مغزى للمباراه في ورا تشيلسي مع إيفرتون كان المنقذ. انقذ هدف كان شهادته كفز فيها وكذا فيها جزء من الوراء انقذ هدف كثير جدا جدا. وافتكر انا اقل شيء إيفرتون كان يستحق التعادل او الفوز على تشيلسي بالذات ما قدم في الشوط الثاني. لكن حارس تشيلسي يعني قال كلمته في المباراه. الشيء الثاني المدافع الذي سبب ضربه جزاء ما كان عندها معنى. انا بشوف يعني هو اهدى تشيلسي ضربه جزاء هديه، لكن في النهايه الفرق الكبيره خبراتها دي اللي فارق الخبرات بتظهر هنا. انت ما تخطا اخطاء فادحه تسبب ضربه جزاء، تستفيد من الخطا حق الخصم تحرز ضربه جزاء، يكون عندك لعيبه خبراتهم كافيه عاليه جدا، امساك كما ذكرنا الحارس مندي، فده سوى تفوق تشيلسي ونالوا نقاط المباراه. رحيم ستيرلينج وكولوبالي اضافات جديده لتشيلسي، كيف ترى اداؤهم في مباراه الامس؟ مباراه الامس رحيم ستيرلينج صراحه ما قدم المردود المطلوب منه ويمكن أضاع أكثر من فرصة، وفي فرصة محققة جدا كان يفترض أنها تكون هدف. عموما هو رحيم ستيرلينج من المهاجمين المميزين جدا، لكن يعاب عليه كسر الضياع حتى مع سيتي كان بيضيع كثير، وده يمكن من أسباب عدم اختياره كان للمنتخب. وحتى لما استدعوه في الاستدعاء الأخير هو كان متفاجئ بالاستدعاء، ما كان خاطف حساباته أنه هو مستدعى. مانشستر سيتي لما تخلى عنه يتخلى عنه برضه لانه هو كثير الضياع، والفرق الكبيره دي ما بتتحمل انك انت تضيع خصوصا وراء جمهور كبير جدا، قد تكون عدو للجمهور اذا انت بتضيع لاهداف كثيره. لكن اتوقع انه لقدام رحيم ستيرلينج ان شاء الله حيكون موفق جدا ان شاء الله. مع كولوبالي يمكن هو اخطا في كوره وكادت ان تكون هدف تعادل عندما ارجع الكره بالخطا لحارس مرماه، وايضا اصيب وخرج وتم استبداله. هو طبعا يعني الخطا ده كان ممكن يعني يدمره صراحه مع فريق زي تشيلسي. لكن يعني هو يقول الحمد لله انه ما كان ما يعني الكوره ضاعت وما حصلت. لكن هو عموما يعني انت في البدايات دائما بتقدر تحكم على اللاعب الا بعد عدد من المباريات، لانه الانسجام بينه وبين باقي الزملاء مفقود. ما زي كل بالي نجم كبير يعني اكيد طبعا واحد من افضل المدافعين في الدوري الايطالي حقيقه وفي البطوله الافريقيه حتى حقيقه. طيب ايضا اليوم جرت مباراه مانشستر يونايتد امام برايتون، وتمكن برايتون من الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف. هو طبعا نحن ما شاهدنا المباراه لكن كلام عام عن مانشستر يونايتد ويبدا بهذا الخساره. مانشستر اصلا كان فيه نقص قبل المباراه وكانوا متخوفين جدا لدرجه انه يعني المدرب يعني كان في حساباته انه حيبدا بكريستيانو رونالدو يمكن الغايب في الفتره اللي فاتت عن معظم الاعداد، حيبدا به اساسي لغياب مارسيانو اللي هو المهاجم الاكثر جاهزيه في فتره الاعداد. فأعتقد أنه مانشستر يونايتد لا زال يعاني معاناة الموسم الفاتت، لا زالت مستمرة مع الفريق، وما أعرف أنا حيحصل إيه في مقبل المباريات.
لكن ما في جديد في مانشستر يونايتد. اتوقع انه حيكون حيلقى صعوبه، خاصه انه الفرق الانجليزيه هذا الموسم الاضافات والاعداد بمستوى عالي حقيقه. حتى هي الاضافات اللي حصلت في مانشستر يونايتد ما كانت اضافات كبيره ولا اضافات مؤثره، بقدر ما انه الفرق المنافسه كانت اضافات ممتازه جدا. كابتن باريكير، خساره في بدايه المشوار لمانشستر يونايتد امام برايتون بهدفين مقابل هدف. نعم، هو كما ذكر اخي اليوم مانشستر يونايتد عمل الموسم السابق فيه تخبطات كثيره، فريق مستواهم متذبذب جدا، فريق كمان اضر وقت اشهر الفريق تذبذب اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو، احيانا انه يذكر انه حيقادر واحيانا انه حيعود الفريق، دي برضه لها اثر له للعيبته زملائه معاه من ناحيه معنويه، فاخيرا ظاهر استقر. ودائما اللاعب لما كبير لما يكون مستقر في الفريق وما مقتنع بالفريق ما بيديك الشيء اللي هو بيديه لما يكون هو مقتنع. انا حسيت بانه كريستيانو رونالدو ما وجد الطموح اللي هو عايزه في فرق برا، لما ما وجد الحاجه اللي هو عاوزها رجع استقر بالامر لمانشستر يونايتد، ودي يعني تنقص من مكانته، وانا مع احترامي لاعب كبير، لكن في النهايه هو حارس كره القدم. انه مانشستر يونايتد فريق زي ما ذكر اخي حتى تسجيلاته هذا الموسم ما التسجيلات اللي عليه قدر كده، انا افتكر فريق فيه مشكله حيعاني وفيه مشكله ماديه، لو فيه ما في مشكله ماديه كان سجل تسجيلات كبيره، يعني هذا الفرق كلها سجلت مستويات على مستوى سجلت تسجيلات مستويات عاليه جدا، الا مانشستر يونايتد انا ما مقتنع بتسجيلاته، لكن هو يظل فريق كبير، يظل بفقام من الفرق المقدمه من الاربع فرق كان المسيطر على الدوري الانجليزي، نتمنى له العوده لمستواه السابق. هي طبعا مباريات اليوم ثلاث مباريات، ايضا مباراه اخرى ليستر سيتي امام برنتفورد تعادل بهدفين لكلين. يمكن ليستر سيتي يعني من الفرق اللي كانت عندها نتائج مميزه جدا في الموسم الفات، هو يمكن للاسابيع الاخيره هو كان قريب من كان منافس يمكن على التمثيل الاوروبي، لكن زي ما قلنا انه حمى البدايات دائما انت ما بتقدر الاسابيع الاولى الاسبوع الاول والثاني دائما النتائج بتكون متباينه وما بتديك مدى قوة الفريق، ولأنه الناس لسه ما دخلت في حمى ما في فورمة المباريات، وناس جاية من استعداد وناس يعني إضافات وإحلال وإبدال حصل تغيير مدربين، فدائما الأسابيع الأولى ما بتديك الحقيقة عن المستوى الحقيقي للفريق إلا بعد تقدم المنافسة بثلاثة أربعة أسابيع. مانشستر سيتي مباراة تجرى الآن، ممكن نحن وصلنا الدقيقة 68، مانشستر متقدم بهدفين، وهل يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي؟ هي المباراة مانشستر سيتي أمام ويست هام. فريق زي مانشستر سيتي يعني هو حملة الدفاع عن اللقب، حملة الدفاع عن اللقب وهو الأفضل حاليا، يمكن يعني في ناس بتقول إنه هو الأفضل على مستوى العالم رغم إنه ما نال البطولة الأوروبية. أضف لكده إنه مانشستر سيتي يعني كان كل النجاحات اللي قدمها في الموسم الفات والموسم اللي قبله بدون مهاجم صريح، باعتبار انه قلنا العيوب اللي في ستيرلينج. الان هو استجلب واحد من افضل مهاجمين الصندوق في الكره العالميه هالاند، فنحن نتوقع نتائج كبيره جدا لفريق مانشستر سيتي السنه دي، واعتقد انه حتى على مستوى البطوله الاوروبيه مانشستر سيتي حيكون عنده كلمه كبيره جدا. بدايه ممكن تكون اكثر من موفقه بالنسبه لسيتي، حملة الدفاع على اللقب امام فريق عنيد هو فريق ويست هام. وصلنا الدقيقة 68 والفريق سيتي متقدم بهدفين. نعم، كما ذكرت في أول فريق ويست هام فعلا فريق عنيد شاهدناه الموسم السابق، أرهق الفرق الكبيرة، لكن مانشستر سيتي ذكر أخي إليا إنه استجلاب هالاند النرويجي إنه كان ضربة معلم من المدرب غوارديولا، فأنا أفتكر إبراهيم ستيرلينج ما أدى الشيء المطلوب في هو الرحيم وخوسيه جابرييل جوزيه البرازيلي برضه ما الاثنين هم استغنى عنهم المدرب، لكن انا بفتكر هالاند كان هو ضربه المعلم في فريق مانشستر سيتي، انه لاعب له وزن له صغر، وكما ذكرت قبل شوي انه حدث هذا من الاهداف الاثنين لغايه الان المباراه شغاله، فانا افتكر مانشستر سيتي اصلا كان يفتقد راس الحرب الصريح الغناص في الاهداف، انا افتكر هو وجد ضرر في هالاند. طيب جميل، اضافه لانه في استقرار يعني في الفريق، ما في نفس عناصر مميزه، استمر المدرب، ما في تغيير جديد، انما كان في اضافه هالاند، فدي صراحه هتفرق كثير جدا مع مانشستر سيتي، خصوصا قلت لك في المنافسات الاوروبيه. ايضا الدوري الفرنسي في انطلاقه اولى المباريات بالنسبه لباريس سان جيرمان حقق فوز كبير على كليرمون بخماسيه في مباراه تالق فيها ميسي واحرز فيها هدفين، وايضا تالق نيمار في الصناعه ممكن صانع اكثر من ثلاثة اهداف، مباراه كبيره قدمها النجمان ميسي ونيمار قادت باريس للفوز بخماسيه.
حقيقة هو النجم الأول في المباراة دي كان نيمار. نعم. نيمار أحرز هدف وصنع ثلاثة أهداف. صلاح. يعني هو مساهمته في 4 أهداف. نعم. ميسي عاد للتسجيل بقوة ويمكن يعني عاد للتسجيل بالطرق الفنية. واحد من الهدفين. صنع هدف نعم. واحد من الهدفين اللي أحرزهم وكان بمغصية يعني خلت الجمهور يعني صفق طويلا. واليوم ممكن متداول على مستوى الوسائط. نعم. بصورة كبيرة. نعم. هو أصلا إذا كان حصل انسجام الموسم الفات لو كان حصل انسجام كبير لميسي مع لاعبي باريس سان جيرمان لأنه باريس سان جيرمان يمتلك نجوم كبيرة جدا. نعم. إضافة لأنه كمان كان في المدافع الأسباني راموس سيرجيو راموس ما كان لعب في الموسم الفات يمكن له مباريات معدودة ممكن بداية قوية بالنسبة لراموس السنة دي كانت بداية قوية لراموس بداية قوية لميسي عودة نيمار للتألق الكبير لاحظ المباراة دي الفريق فاز فيها بخمسة رغم غياب كيليان مبابي كيليان مبابي يمكن في المباراة الجاية حيعود وحيكون في دعم بس رايبي أيضا قدم مستوى كبير حقيقة يعني السنة دي أنا أعتقد أنه باريس سان جيرمان برضو حيكون يمكن احتكاريته للدوري الفرنسي دي ما خلاص لكن على مستوى الاوروبي اعتقد انه حيكون عنده كلام ثاني السنه دي. لا ننسى ايضا نجمنا العربي المتالق اشرف حكيمي اللي احرز هدف جميل حقيقه. اشرف حكيمي طبعا من النجوم الكبار والاعمده الاساسيه والرئيسيه في فريق باريس سان جيرمان واعتقد انه على مستوى العالم في خانته هو يمكن من افضل 3 أو 4 لاعبين على مستوى العالم اتمنى له التوفيق باعتبار انه هو يمثل العرب في اكبر الدوريات الاوروبيه. نعم. فوز ورسالة كبيرة من أبناء باريس سان جيرمان للأندية الفرنسية بأنه نحن عايدين بمستوى كبير وتألق لنيمار تألق لميسي تألق لأشرف حكيمي وقياب لإمبابي ولكن الخماسية أنست الجمهور أو لم يشعر الجمهور حتى بغياب إمبابي. نعم. شوف قبل ما نخش في اللعيبة أنا ذكرت من الموسم السابق قلت باريس سان جيرمان يفتقد لمدرب، انا ما كنت مقتنع بمدرب بوتشيتينو الارجنتيني لما كان غشان عن نفسه ما كنت مقتنع به خالص. فشوف المدرب الشاطر هو ولع من اللعيبه ما هو ولا انت بدل المدرب؟ اي تبدل المدرب. مدرب باريس سان جيرمان بوتشيتينو قالوا له فتره اليوم مدرب بديل له. نعم طيب كويس. شوف المدرب الشاطر بيصر يطلع ما كله عند اللعيب. شوف ميسي كان مستواه مما جاب باريس سان جيرمان لم يقدم مستواه الا مباراه الامس المحوود. نيمار له فتره طويله مستوى غايب عن مستواه. رجع راموس ممكن رجع في افضل حالاته. ماركينوس المدافع البرازيلي المدافع اللي انا بتكيف منه جدا لاعب هو مدافع وهداف في نفس الوقت. فانا بفتكر باريس سان جيرمان هذا الموسم مش حيكون له شان في الدوري الفرنسي حيكون شان في البطوله الاوروبيه. نعم. لانه صح يمتلك نجوم بس انا اتحدث كثيرا انه كان يفتقر لمدرب وانا افتكر المدرب الجديد مع باريس سان جيرمان انه ماشي بالطريق الصحيح بهذا المستوى اللي شفناه امس قدمه باريس مع مع في الدوري الفرنسي وانا حتشوف باريس سان جيرمان في البطوله الاوروبيه برضه حيكون له شان كبير. ذكر المدرب ظهر لك المدرب ولا ما ظهر؟ ايوه تم بس في اشكاليه ممكن الاتحاد الفرنسي حتى الان لم يعتمدوا على اي حال. نعم. المهم ذاك بوتشيتينو قالوا الارجنتين وغيله من المدرب. نعم. مدرب باريس سان جيرمان هو ممكن انتهاء صلاحيه الرخصة التدريبيه في اشكاليه مع الاتحاد مع الاتحاد الفرنسي. طيب نواصل مستوى باريس سان جيرمان عموما في هذه المباراه. نعم انا تحدثت انه مع المدرب الجديد انه تغير المستوى رفع المستوى اللعيبه قدموا افضل ما عندهم. شاهدنا ميسي منذ قدوم باريس سان جيرمان كما ذكرت قبل شويه ما قدم مثل هذا المستوى. نيمار له يمكن سنه ولا شيء ما قدم مثل هذا المستوى. عندك رجع راموس يمكن قرب على سيرته الاولى تحدثت قبل شويه عنه. اللاعب ماركينوس المدافع البرازيلي سرابيا يعني ادريس يعني يمتلك نجوم قبل نجوم العالم يعني. فانا افتكر باريس سان جيرمان كما ذكرت قبل شويه انتظار كنت مشغول حيكون شكل مشكله في الدوري الفرنسي حيشكل مشكله لابطال اوروبا الفرق الكبيره في ابطال اوروبا. نعم. ويمكن حينافس على الكاس. اشرف حكيمي يواصل التالق قدم مباراه كبيره واحرز هدف جميل. نعم اشرف حكيمي رايز ذكي جدا شاهدت الهدف. نعم. هو خدع المدافعين وخدع الحارس. نعم. هو اخذ الكوره افتكر راح يعكس الكوره عمل انه يعكس الكوره وضربه قدام على طول في الزاويه قدامه. نعم. كان هدف جميل جدا حتى الهدف ذاكر لك انه هو التمركز الصحيح لاشرف حكيمي. هي ممكن حتى الباص من نيمار كان ممكن لميسي لكن التمركز الصحيح جعل حتى اشرف حكيمي في مواجهه حارس المرمى. والزاويه اللي لعب فيها الكوره زاويه صعبه جدا على الحارس يعني. نعم. الثمانيه فوق هو وقع توقيت تام رغم انه الحارس واقف في نفس الزاويه لكن كانت صعبه عليهم او قريب. نعم. من الزاويه. عموما باريس واضح انه عنده كلام في هذا هو المسؤول. طبعا احنا ما دارين نستعجل ونحكم من مباراه واحده لكن صراحه يعني بتحس بانه ميسي انسجم مع باقي اللاعبين
وخلاص يعني حس انه هو في بيته الان. سيرجيو راموس يمكن خلاص اصابته انتهت، رجع لمستواه الاول. نيمار بوجود ميسي اكيد هيكون ساعده كثير جدا على التالق، باعتبار انه الرغبه زمان بتكون على نيمار كبيره، الان في تالق ميسي الرغبه حتخف عن نيمار. عوده امبابي في المباريات القادمه بتديك انت بتراغب مباريتين ثلاثه بتقدر تدي المستوى الحقيقي، لكن بيقول لك الخريف اللي يبين من بشايره. الان باريس قدم مباراه كبيره جدا، عوده نجوم كبار، باريس كان فاقدهم في الموسم السابق، ده بيديك مؤشر لانه في السنه دي باريس حيكون والهدف البطوله الاوروبيه حقيقه طبعا. حقيقه المستوى قلت لك انا في احتكار للبطوله الفرنسيه، هو دي ما بيحسب ليها، لكن حيكون مستواه يعني كبير اعتقد انه في البطوله الاوروبيه. جميل كاتريلا، حقيقه شاكر وبقدر لك وجودك معي في هذه الحلقه. الله يديك العافيه استاذ طارق، وانا سعيد جدا بتشريفك لي اليوم في الحلقه دي، وبمعيتي الزميل الجميل بابكر، وليك الشكر وليك التحيه، والتحيه لكل التيم العامل خلف الكواليس، والتحيه لكل مشاهدي القناه والبرنامج. نعم شكرا لك يا كابتن بابكر، حقيقه يعني رغم المشاغل ولكن ظللت عنصر دائم ومتواجد، وقت ما طلبنا منك التواجد ظللت متواجد. الله يجزاك الله خير، واشكرك واشكر المشاهدين الكرام، وكنت اليوم سعيد معكم مع زميلي كابتن ايليا، وان شاء الله نكون قدمنا حلقه نالت اعجاب المشاهدين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام هذا ما لدينا في حلقه اليوم، في الختام تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج، أمجد وإبراهيم بريمة في التصوير، جمال الفادلي في هندسة الصوت، هندسة البث سيف الدين كرار، ومحمد فؤاد في المونتاج عزمي شمت، وفي الإخراج مخرجنا الجميل هشام يوسف، تحياتي في الإعداد والتقديم طارق عثمان. إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.